طب ايه الحاجات اللي بتبقى مهمة جدا جدا هي تكون موجودة عندنا في البيت، بس مش شرط ان احنا ناخد بالنا منها واحنا بنجهز البيت، الناس بتنساها عادة؟ هو عامة فعلا فكرة السبيس بلاننج هي دي اكتر حاجة مهمة، ان انا كل مكان هستخدمه ازاي وهستخدمه ومحتاجة فيه ايه بالظبط. ففكرة ان انا ابلان للموضوع من الاول دي حاجة هتساعدني قوي، ان انا ما اكونش في حاجات مثلا جبتها ملهاش احتياج، او في حاجات جبتها او حاجات نسيت انها تكون موجودة. ففعلا فكرة مثلا انه يكون في مكان للتخزين، انه يكون في مكان، حتى ده كمان هيساعد في حتة الكلوتر كنا بنقول عليها، ان ما يبقاش في حاجة موجودة في سبيس ما تبقاش لها استخدام، او ما يبقاش ده مكانها الصح. فلو حاجة ملهاش مكان، لا ممكن يكون ممكن انا احطها في اوضة التخزين ويكون لها استخدام. صح. استخدام تاني. طيب اخر حاجة بقى عايز اعرفها، نصيحتك ايه لمصممين الديكور الجداد اللي لسه صغيرين اللي بيبتدوا، يعملوا ايه عشان يكبروا البراند بتاعهم؟ في حاجة مهمة قوي انا نفسي وانا لسه ببتدي سمعتها وفضلت كده معايا، حتى كل ما بلوس فوكس برجع افكر نفسي بيها، حتة انه الساينس بتاع او الدراسة بتاعت التصميم كلها ليها رولز معينة كلنا بنمشي عليها، ديزاينر كبير او ديزاينر صغير، ادام دي كانت دراستك فهي هتلاقي ان في حاجات اساسية لازم كلنا بنمشي عليها. وعشان ابقى عارفة، لو انا عارفة الرولز دي، حتى لو عزت ان انا ابريك رول هبريك ات وايزلي، لان انا دارسة وعارفة كويس قوي انا ايه الاساسيات بتاعت تصميم اي سبيس. بس كل حد عشان يبقى مختلف وعشان يقدر يكبر البراند بتاعته لازم يكون ليه ايدنتيتي. الايدنتيتي دي بتيجي منك انت، ما حدش بيديها لك، هو كل حد يكون حاجة نفسه بتميزك. أيوة. يكون نفسه ويكون هي حاجة. دي الحاجة اللي بتميزني. وما كنش مثلا شفت ان مثلا في كذا مصمم، حتى لو انا مثلا دول رول موديل بالنسبة لي، ده الستايل بتاعهم او ده كده، لا يبقى هو ده الستايل. أيوة. الناجح. لا مش بالضروري بطلوا تقلدوا في الهدوم في الديكور في اي حاجة، بلاش ان احنا نقلد، لازم ان احنا نكون مميزين ومختلفين مميزين. ونطلع التاتش بتاعنا، ولو مش حاسين انتوا عندكم تاتش معين انتوا يعني مختلفين فيه بلاش يعني. وده بياخد وقت على فكره، بياخد وقت وشغل وريسيرش، ان انا ممكن اشوف ايه اللي مش موجود وانا اتميز فيه. ما هو دي برده حاجه فيها ذكاء، ان انا ممكن الاقي ان في حته ما حدش فكر فيها قبل كده فدي اللي انا اتميز فيها، او فكره ان انا الاقي ان الدنيا كلها ماشيه في سكه، لا بالعكس خليني انا اروح في سكه تانية خالص تكون تخليني اعرف اشاين. لان صح. الناس سواء في الفاشن او في التصميم الديكور او حتى في الفرنتشر او كده، احنا كتير قوي قوي قوي، اللي بيميز كل واحد ان هو يكون مميز ويكون شبه نفسه. صح.